طيب ناخد بعض الكيس ستاديز. الكيس ستاديز وندرس هنا بعض النتوركس اللي توصلوا إليها بعض الباحثين. مش حكينا إنه الفكرة في الموضوع هي تركيب طبقات كونف نت مع بعض، فهذول الباحثين إنه ركبوا طبقات كونف نت وتوصلوا لهذه الشبكات وشافوا إنه هي تشتغل في أبليكيشن معينة. والحكمة بتقول إنه طالما إنه هي شغالة في أبليكيشن معينة بشكل ممتاز، إنه احتمال إنه هي تشتغل برضو بشكل جيد على يعني داتا سيتس أخرى أو أبليكيشنز أخرى. أول حاجة اللي هي لينت، لينت 5 اللي إحنا أوريدي درسناها. لينت 5 هذه يعني فعليا إنه الشبكة من 1998، تمام؟ فهذه الشبكة مكونة من يعني إنه للهاند ريتن ريكوجنيشن، تم تطبيقها للهاند ريتن ريكوجنيشن. إيش الأركيتكتشر تبعتها؟ الأركيتكتشر تبعتها مكونة من، إحنا أوريدي درسناها، شفناها في سلايدات سابقة، يعني 28 في 28 في 6. هنا إنه الأف 5، 5 في 5 والسترايد 1، هنا الأف 2 والسترايد 2 وهكذا، تمام؟ وهذه طبقة أف سي وهذه طبقة أف سي. فبالتالي انه هاي الدايمنشن، وعملنا هايلايت. هايلايت انه انا عندي ببدا 32 في 32 28 14 10 5، فبتقل انا عندي الدايمنشن. وعدد الفلترز هنا ببدا 1 6 6 16 16، تمام؟ قديش عدد البارامترز اللي هنا؟ 60,000 بارامتر كان في ذلك الوقت. يعني انه هذا عدد البارامترز في 98 يعني عدد يعني معتبر، وكان أداءها كتير ممتاز في الهاند ريتن ريكوجنيشن، تمام؟ نيجي لطبقة أو لشبكة الأليكس نت. الأليكس نت في 2012 تستخدم الإيمج نت كلاسيفيكيشن. الإيمج نت هي عبارة عن داتا سيت مشهورة يعني في موضوع الكمبيوتر فيجن، تحتوي على عدة تاسك والباحثين بيستخدموها كبنش مارك عشان يقيموا الأداء تبع النتوركس تبعتهم. وانتو في بعضكم انه اختار يعني داتا سيت بده يعمل فاين تيون على داتا سيت من الايمج نت، يعني او يعني البري تريند موديل كان مدرب اصلا على الايمج نت، تمام؟ لقيت هذه الشبكة انه لاحظوا انه هذه الدايمنشن دائما مثبتة، عشان هيك لو انا بدي استخدم الاليكس نت لازم اعمل سكيل للصوره تبعتي ل 27 في 27، تمام؟ هنا طبق الاسترايد 4، متخيلين الفلتر 11 في 11. فبالتالي انا بديت 227 في 227، 55 الدايمنشن، 27 في 27، 27 في 27، 13 في 13، ضلوا 13 13 13. ايش ملاحظين هنا؟ انه هنا مستخدم كلمة سيم. ايش معناته؟ بادينج، تمام؟ فبالتالي انه هنا مستخدم بادينج يعني هنا، تمام، في هذه الطبقة. فبالتالي انه الدايمنشن لقينا انه هي بتقل بتقل لغاية 13/6 اخر حاجة. يبقى بدينا من 227 وصلنا لغاية 6 في 6. أما بالنسبة لعدد الفيتشرز أو عدد الفلتر 3 صاروا 96، 96، 256، 384، 384، 256، 256. وعنده هنا ثلاث طبقات اف سي، تمام؟ بلاحظ أن طبقات الاف سي يفترض أنه هي تقل. عندي هنا 9000، هنا 4000، 4000. وهنا السوفت ماكس أنا عندي 1000. ايش بتلاحظوا السوفت ماكس في اللونيت؟ سوفت ماكس انا عندي هنا 10، هنا انا عندي 1000. فعليا الاليكس نت هي مدربه على الاوبجكت ديتكشن. قديش عدد الاوبجكتس اللي بتقدر انه هي تعملها ديتكشن؟ 1000 اوبجكت. 1000 اوبجكت متنوعه، ممكن تكون شجره، سياره، عصفور، الى اخره من الاوبجكتس، تمام؟ نفس الصوره يعني؟ ايش يعني في نفس الصوره؟
ألف أوبجكت مختلف، عندها القدرة على التعرف على ألف أوبجكت مختلف. ممكن تكون الصورة هذه فيها ثلاثة أوبجكت، الصورة اللي بعديها سبعة أوبجكت، لكن عنده القدرة على التعرف على ألف كلاس مختلف، ألف أوبجكت مختلف، تمام، على تحديد مربع على إله وتحديد نوع. كل واحدة قبالها بيكون إيش؟ صحيح، بالضبط، تمام. الأوبجكتس اللي بتكون موجودة في الصورة بتكون وحايد، والبقية أصفار، بقية الألف بيكون أصفار. طبعا أنا مستخدم ريلو كأكتيفيشن فانكشن، تمام. قديش عدد البارامترز؟ أنا عندي في هذه الحالة 60 مليون بارامتر، متخيلين؟19، تمام. هذه الفي جي جي، تمام. الانبوت دايمنشن مثبت على 24 في 24، تمام. هنا كونف 3 في 3، الاس بتساوي 1، سيم يعني بادنج، تمام. فهنا 24 24 112 112 256، عفوا 56 56 28 28 14 14 7 خلاص. فبالتالي انه احنا بدينا من 224، نزلنا بالدايمنشن لغاية 17. اما عدد الفلتر، بدينا في 3 لغاية 64، وبعدين صرنا اخر حاجة 512، تمام. عنده طبقتين اف سي، كل واحدة منها حوالي 4000، وهنا برضو سوفت ماكس 1000، هذه في 2015، تمام. وفعلا انه عنده القدرة على التعرف على 1000 اوبجكت. عدد البارامترز 138 مليون بارامتر. طبعا احنا كافراد ما عندناش القدرة انه احنا ندرب نتورك من يعني من الصفر، يعني وعدد البارامترز او عدد الويتس اللي بدي اعملها ادجستمنت 138 بارامتر. فعشان هيك من الحكمة انه انا استخدم بري تريد موديل واخصصها، اعملها كاستمايزيشن او فاين تيونينج للابلكيشن تبعي، بيكون انه اداها افضل بكثير ما انه انا ابني نتورك من الصفر، تمام. النوع الثالث اللي هو الريز نت او الريزيديوال نتورك. الريزيديوال نتورك انه انا عندي النتورك العاديه اللي هي الاف سي، تمام. انه انا بتكون انا عندي طبقه، هذه الاكتيفيشن تبعت الطبقه ال، هذه الاكتيفيشن تبعت ال زائد واحد، الطبقه التي تليها هذه اي ال زائد اثنين. الفكره الاساسيه تبعتها انه انا باخذ، بعمل شورت كات، باخذ كوبي من الاي ال بوديه عند وين؟ عند هذه الطبقه. وعاده انه هذه بتكون تدخل على هذه الطبقه، ولكن انه باخذ منه نسخه بوديه على هذه الطبقه، تمام. فبالتالي هذه الطبقة تحديدا ايش بكون داخل إلها؟ داخل إلها AL زائد واحد بالإضافة ل AL. فبالتالي انه هذه الطبقة كمان مرة إلها مدخلين، ال AL زائد واحد بالإضافة لل AL. هجد هذا باخده بسميه residual block، تمام. بعمل فيه الشورت كات هذا، والبلوكس هذه بعملها stacking together، تمام. يبقى انا ابني شبكه مكونه من بلوكس، والبلوكس مكونه من عده طبقات. فبالتالي لما اخذ نتورك مكونه من عده طبقات وسميتها بلوك، واجيت ركبت البلوكس هذه مع بعض، بيصير في انا عندي نتورك معقده، تمام. طيب، فبالتالي الريزيديوال نتورك انه الشبكه العاديه البلين نتورك زي هذه، بروح باخذ شورت كات بودي هنا، وهذه باخذ شورت كات بودي هنا، هذه شورت كات بودي هنا، فهذه تعتبر بلوك، هذه بلوك منفصل، هذه بلوك منفصل، بوصلهم مع بعض، تمام. هجيت ايش الفائده تبعتها؟ الفائده تبعتها انه البلين نتورك، حكينا انه هذه المشكله انه احنا كل ما نزود العمق تبع الشبكه، تمام، بصير انه تظهر انا عندي مشكله
الـ vanishing gradients، انه الويتس يا اما بتتعاظم بشكل كتير كبير يا اما بتتقلص بشكل كتير كبير. فبالتالي انه احنا بنحكي انه كل ما زودت عدد الطبقات انه يفترض انه هو يتعلم اكثر ويقل الايرور اكثر، بس هذا الكلام نظري. فعليا في الواقع انه انا بعد عدد معين من الطبقات بيبدا الايرور انه هو يعني يزيد بشكل كتير كبير. هذه البلين نتورك. في المقابل الريز نتورك، ريزيديوال نتورك، انه الشورت كات هذا اللي انا عملته بيدي فرصه للنتورك انه هي تتعلم كل ما كانت انه نتورك اكبر او زودت عدد الطبقات فيها. فبالتالي انه هي الفائده تبعته انه في الطبقات او في النتوركس العميقه انه يعني بيدي فرصه يعني اداؤه اكثر في يعني افضل بكثير من البلين نتورك. تمام. صحيح، لأنه أنا يعني لما تكون هنا عندي big network وهذا الـ output، تمام؟ لما تكون أنا عندي big network، هذه plane network، هذه residual network، إنه أنا أخذت أنا عندي من هذه الطبقة وعملت شورت كات زي هيك، تمام؟ في الاكتيفيشن يعني بمعنى انه هذه مش راح تعتمد على الطبقه التي يعني قبلها على الاكتيفيشن تبعها، بس انه بيعتمد على الانبوت اللي قبله بالضبط، تمام؟ بالضبط، فبيديها فرصه انه هي تتعلم اكثر، يعني بيسهل عليها عمليه التعلم بشكل. تمام، فهي البلين نتورك طبقات ورا بعض طبقات ورا بعض. ريزيديوال نتورك يعني في الكونفولوشن، يعني هذه طبقات كونفولوشن، لاحظين هذه كلها، يعني خليني اكبر لكم هنا عشان تكون واضحه الامور عندكم. هذه طبقات كونفولوشن، ليش سميتها بلين؟ لانه فيش فيها الشورت كات، كيف بدي اخليها ريزيديوال؟ بعمل فيها الشورت كات هذا زي ما انتم شايفين في الرسمه، يعني هي بقى هذه الريز نت وهذه البلين، تمام؟ يبقى هذه الريز نت يعني تم طرحها في 2015 وانه جابت نتائج كتير كويسه في الايمج ريكوجنيشن، تمام؟ خلينا ناخذ اخر حاجه الانسبشن نتورك. تمام، قبل ما ناخذ الانسبشن نتورك بدنا ناخذ انه انا بدي اعمل كونفولوشن على واحد في واحد. تمام، حكينا انه يعني الفلتر لازم يكون فردي، واحد في واحد، ثلاثة في ثلاثة، خمسة في خمسة، تمام. احنا قبل هيك انه اصغر فلتر طبقنا عليه كان واحد ثلاثة في ثلاثة، وقلنا انه شفنا في الرسمه انه في واحد في واحد انه في حالات معينه. ايش هي هذه الحاله؟ حكيت لو انا بطبق انه الفلتر هذا باجي بطبقه هنا انه انا بدي اعمل عمليات الكونفولوشن، انه هو بس مجرد عباره عن عمليه طرق. لو انا بدي استخدم الطريقه، يعني لو حتى لو بدي استخدم الماكس، ايش الماكس بين 2 و1؟ 2. ايش الماكس بين 2 و2؟ 2، وهكذا، تمام؟ أو بدي أستخدم الطريقة الأولى إنه أنا بدي أعمل حاصل الضرب، فهذه 2 في 1 2، 2 في 2 4، 2 في 3 6. فبالتالي إنه بيطلع أنا عندي مصفوفة نفس الحجم، تمام؟ وهي عبارة عن عملية ضرب رقم في مصفوفة. شو الفائدة من هذا الكلام؟ ولو طبقت هذا الكلام على 32 فلتر، فبالتالي انه هنا عندي، هنا متخيلين هاي واحد في واحد وهنا العمق 32، تمام؟ فبالتالي انا عندي هنا بيطلع انا عندي 6 في 6 في ضرب عدد الفلترز اللي هم 32، احنا حكينا بهذا الشكل.
طبعا الفائدة في هذه الشغلة إنه أنا عندي، يعني أنا عندي في منطق ما لما أطبق عليها هذا الفلتر بهذا الشكل، فبالتالي إنه بركز على الفيتشرز في مناطق معينة بس، فبالتالي إنه بجري عمليات ضرب، عملية الضرب هذه بتسهل علي الحسابات يعني بشكل كتير كبير، بدل ما انا اعمل ضرب وجمع، وفي نفس الوقت انه انا بركز على مناطق اصغر انا عندي في الصورة، لانه انا عندي الفلتر الحجم تبعه كتير صغير. بالاضافة لذلك، وكأنه انا بعد عملية الضرب هذه الناتج انا عندي اللي ظهر هذا طبقت عليه الريلو اللي هو الاكتيفيشن، هذا برضو انه فائدة، انه انا بعمل اكتيفيشن لناتج الصورة نفسها بس مضروبة في رقم. تمام؟ طيب، ايش الموتيفيشن للانسبشن؟ الموتيفيشن للانسبشن لو كان انا عندي هنا انبوت 28 في 28 في 192، ممكن أطبق عليه ثلاث حاجات: فلتر واحد في واحد، هنا فلتر مختلف، ثلاثة في ثلاثة سيم يعني في بادنج، وهنا خمسة في خمسة سيم في بادنج، وماكس بولينج. بس الفكرة في الموضوع هنا في طريقة ترتيب كلهم، إيش بروح بسوي؟ بروح بعملهم ستاكينج ورا بعض، فبالتالي إنه هاي الواحد في واحد هذا، وهي الثلاثة في ثلاثة، هي عفوا الخمسة في خمسة اللي هي 32، تمام، هذا 32 في الأول، 32 في الثاني، هي 32 وهي 32، بعدين أنا عندي 128 اللي هي هذه، بعدين أنا عندي 64، تمام. فبالتالي بعمل ستاكينج لكل الفيتشرز هذه إنه مع بعض، إنه 28 في 28 في 256، فبالتالي انه هدول الناتج تبعهم كلهم ال 256 هو عبارة عن مجموع هدول كلهم مع بعض. احنا تعودنا انه احنا ايش نسوي؟ انه انا اطبق فلتر، تمام، والناتج تبعه اروح اطبق عليه فلتر تاني. هل لقيت انه هنا نفس الانبوت طبقت عليه عدة فلترز، والفلترز هدول عملت لهم ستاكينج مع بعض بهذا الشكل. طيب، هل جيت هنا، هنا بس بوضح الكمبيوتيشنال كوست، يعني هذا الكلام انه يعني ممتاز، بس انا في عندي كمبيوتيشنال كوست، يعني تخيل انا، يعني انا عندي هنا 5 في 5، تمام، 5 يعني 28 في 28 في 32 ضرب 5 في 5 في 192، بيطلع انا عندي 120 عملية ضرب أنا بدي أسويها. فبالتالي لما أستخدم واحد في واحد convolution بيسهل علي العمليات الحسابية بشكل كتير كبير. فبالتالي هنا أنا عندي 28 28 في 192، لو استخدمت هنا convolution بنفس عدد الفلتر هذا مع هذا، بس هنا إنه convolution أنا عندي واحد، فبتصير أنا عندي هنا 28 في 28 في 16، انه انا طبقت عليه الفلتر هنا 16، فبالتالي انه هنا سهل علي العمليات الحسابية بشكل كتير كبير. بعد هيك انا بعمل العمليات الحسابية اللي انا بدي اياها. فبالتالي لما عملت العمليات الحسابية تطبيق بس الواحد في واحد convolution هنا ادى لتقليص عمليات الضرب الموجودة من 120 مليون اللي احنا شفناها في السلايد السابقة ل 12.4، بس إضافة إنه هذه إنه أنا حطيتها كخطوة سابقة، قلص العمليات أنا عندي، يعني العمليات المطلوبة في الضرب، لأنه يعني هدول مجموع العمليات 10 مليون، هدول 2 مليون بوينت 4، مجموعهم بيطلع 12.4، بس مجرد إنه أنا حطيت هذه أنا عندي في البداية. فبالتالي الواحد في واحد convolution لما أنا أحطه في البداية بقلص انا عندي عمليات الحسابيه المطلوبه ان انا اسويها. هلقيت الانسبشن نتورك ايش بسوي؟
بروح باخد البريفيوس اكتيفيشن، بدي افترض انه هو 28 في 28 في 2 في 192، ايش بروح بطبق؟ لاحظوا هنا مطبق المبدأ هذا، واحد في واحد convolution، واحد في واحد convolution، وهنا طبق ماكس بولينج، شايفين التوليفة هذه؟ تمام. وهنا 96 فلتر، 16 فلتر، وهنا 192 فلتر. اوكي، فبعدين بروح باخد من الطبقة اللي وراها، يعني اخذ برضو من فكرة الريزيديوال، يعني بعد بدل ما انه هو ياخذ من هذه اخذ من البريفيوس انبوت مباشرة، واحد في واحد برضو، بعدين 3 في 3، 3 في 3 اخذ الانبوت تبعها من وين؟ من هاي، من الواحد في واحد. 5 في 5 اخذ الانبوت تبعها من هنا، واحد في واحد اخذ الانبوت تبعها من هنا. بعدين ايش راح اعمل؟ عمل ستاكينج للاوتبوت هذا كله مع بعض، فبيطلع انا عندي 32 32 128 64، اللي هي فكره الستاكينج تبع الاوتبوت اللي احنا شفناها في هذا السلايد، لما اعمل عده عمليات هنا من نفس الانبوت بهذا الشكل. على فكره انه هاي مستوحاه برضو من الانسبشن نوعا ما. اوكي، هكذا هذا كله انا بعتبره بلوك. تمام، هذول كلهم بعملهم كونكاتينيشن مع بعض وبطلع انا عندي الناتج هذا اللي هو 28 في 28 في 256، اللي هو مجموع هذول الارقام كلهم. تمام، يبقى هذا البلوك اللي احنا شفناه في السلايد السابقه، لو شفت الانسبشن نتورك كلها كامله هلاحظ انه هاي البلوك هذا موجود هنا، هاي البلوك موجود هنا، موجود هنا، فبالتالي انه هي مبنيه على هذا البلوك. لاحظوا انه الريزنت، من الريزنت بيطلع فوق انه مبنيه على اساس البلوكس. كيف؟ بالضبط. ما هو هذه الشغلات انه تجريبيه، هو بيجي بيقول انه انا والله بدي اجي اركب هذه الشغله، هو في اعتقادي انه التركيبه هذه انه هي بتقلص حسابات، بالاضافه انه بتزود عدد الفلتر، بالاضافه انه انا بدي اخد انبوت من مش من الطبقه هذه، من الطبقه اللي وراها، جابت معاه نتائج، ركب هذه البلوكس جابت معاه نتائج. لا لا، يعني هذه مطبقه مش بتعلم اسرع، هذه مطبقه في تاسك صعبه. تمام، انه انا اتعرف على 1000 اوبجكت مش من يعني التاسك السهله، فبالتالي انه بكون الاداء كذا بحسن الاداء. بالضبط. تمام، فهذه التركيبات الانسبشن بتحسن الاداء. لاحظوا انه هنا يعني لو اجيت وطلعت، انه هذه عباره عن سوفت ماكس، هنا برضو اعتقد انه هي موجوده هنا، ممكن انه هو ياخذ منها سوفت ماكس وممكن ياخذ منها انه هنا هذه البلوك اللي موجود هنا. هذول كلهم الطبقات عباره عن طبقات سوفت ماكس، انه هو ممكن ياخذ يعني اوتبوت في اي منطقه في الشبكه يعني بهذا الشكل. طبعا الانسبشن الاسم تبعها مستوحى من الفيلم، فيلم الانسبشن هو فعليا يعني انسبشن يعني زي حلقه مفرغه، انه هنا انه احنا محتاجين انه احنا نخلي انه الشبكه اعمق، بس بدنا نخلي الشبكه اعمق بس العمق تبعها بده يكون فيه له فائده. فعشان هيك التعقيد هذا انا موجود عندي هنا يعني في هذا البلوك، عشان انه هو فعلا انه هو عمق الشبكه له فائده، انه بخلي انه النتورك انه تتعلم احسن وتزيد الدقه تبعتها. فهو فعلا انه الانسبشن المعنى تبعه انه الشبكه هذه عميقه جدا يعني. اوكي، صحيح. حكيت ال 1000 اوبجكت، هدول النتورك هذه البري ترين موديل اللي انت بتحكي عنه اللي بتعلم على 1000 اوبجكت. تمام، ممكن يكون انه الكات والدوج انت بدك تعلميه على ثلاثه كلاسز، في عندك حالتين. الحاله الاولى انه الثلاثه كلاسز هدول انه يكونوا موجودين ضمن ال 1000،
تمام، لكن انه انت الاداء تبعهم مش عاجبك، فبالتالي انه انت بدك تحسني. كيف بدك تحسني؟ بتروحي بتلغي الواي. ما هو ايش فكرة ايش فكرة الترانسفير ليرنينج؟ مش انا بكون في عندي هنا واي، بروح بلغيها وبروح بعطي له واي جديدة، بدل انه الواي هذه 1000 بقول له سيبك من ال1000، ركز لي على الثلاثة. بفيدوكي، لانه هدول انه اتعلموا اللو ليفل فيتشرز، اتعلموا اللو ليفل فيتشرز بشكل دقيق، واللو ليفل فيتشرز هدول بيساعدوك في التعرف على ال10 اللي مش موجودين ضمن ال1000 كلاس هدول. صحيح، بالضبط، تمام. المحاضرة الجاية إن شاء الله بنحكي على الموبايل.